الجمعة 6/9/2024. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا شباب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إطارات البيضاوية، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إطارات البيضاوية، التصوير عكس الشمس يظهر أسود، لكن هذا الذي وفقنا إليه الله. سأحاول أعطيك فكرة، لأن هناك الحرارة. لكي أقوم بالتصوير وضعت كرتون فوق صندوق لكي أجعل الظل حتى نرى التصوير. والحمد لله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. شاهد أخي الحبيب، شاهد أخي الكريم، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. سمك الإطارات ونفخ الإطارات، بسم الله ما شاء الله. جمعة مباركة للجميع، جمعة مباركة للجميع، حياكم الله. دقيقة أنا أوضع الهاتف، دقيقة يا شباب، دقيقة يا شباب، ربما أمن هنا التصوير أفضل. يلا يا بيضاوي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. هذه نتائج الأبيفار ونتائج العمل على الطريقة البيضاوية وبالنظر الحسونية وبالخلية البيضاوية. إطارات 6 كيلو، هذا الإطار 6 كيلو أو 7 كيلو. في المساء سنقوم بالوزن، في المساء سنقوم بالوزن ونراه مباشرة. يا الله يا الله، بسم الله ما شاء الله، تفر من يدي والله، الإطارات تفر من يدي، لأن يدي لزجتان بالعسلات. بسم الله ما شاء الله. حبوب اللقاح، هذه المنحل هو مقلع حبوب اللقاح، من يتذكرها عليكم بالله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله الذي يحيي. كنت واضع الهاتف هنا لا تضل، لكن من هنا اتصل افضل. خلاص يلا 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 يا بيضاوي، يلا يا بيضاوي، اجبد يا بيضاوي واخرج العسلات. الله أكبر. الجمعة 6/9/2024، ما زال عندنا 10 أيام فرز، ما زال عندنا 10 أيام من فرز العسل. تابعوها، الله أكبر، بالمناحل تابعوها وقولوا بسم الله ما شاء الله. إطار ينسيك في إطار، إطار ينسيك في إطار يا بيضاوي، بسم الله ما شاء الله. خذوا حذركم من خل التفاح، فمصيبة إنتاج العسل هي خل التفاح. أوه يا الله يا الله يا الله يا الله، تفر الإطارات، تفر الإطارات. إطار ينسيك في إطار، الله أكبر. أخرنا الفرز لكي نرى هذا الرزق.